مهرجان الألوان ليس بالمهرجان العادي، لأنه ليس له علاقة بالرسم، ولكن التلوين هنا كان على شيء آخر. احنا شايفين ان فكرة الكولر فيستيفال الألوان الناس في مصر ابتدت تعملها، لأنه فكرة الألوان بتدي أمل لبكرة، يعني مع المزيكا مع لازم يبقى في توجه سياسي وسط كل ده. الناس دلوقتي بقت حابة الأغاني السياسية، حابة الإسقاطات السياسية، وإحنا في نفس الوقت مش بس بنغني سياسة، فاحنا قدرنا هنا نعمل الميكس اللطيف اللي الناس حسيته، الناس قعدت تتنطط على كل الأغاني. شباب برضو لازم يعني يطلع الطاقة اللي عندهم وكده، كويس ليهم، أحسن ما يبقى في أفكارهم وحشة في حاجة تانية، يبقى كده أحسن، يبقى أنا كده دخلتها في حاجة فكرت في حاجة تانية خالص. لا اليوم كان جامد جدا وكلنا مبسوطنا جدا، وتوقع حاجات اكتر شويه من اللي حصل النهارده، بس لحد كبير لا اليوم كان حلو، كان انا ساتسفايد جدا باليوم يعني عن نفسي. عايزين نبعد عن التنشنه والضغط بتاع الابعاد السياسيه، فدي حاجه بقى لطيفه بتزود التفاؤل للناس، بتجدد الطاقه، حاجه كده بتفرغ الطاقه فيهم عشان يعرفوا يدوا في شغلهم يعني. ده حضرتك طبعا المهرجان الالوان، مهرجان الهندي بيتعمل طبعا في الهند كل سنه، في فين هنقول في مقدمه فصل الربيع، احتفال بفصل الربيع، الناس بتتجمع ويعني زي ايه يوم عالمي بيتعمل بيرش بعض، هنقول فيه بالالوان، يرش بعض بميه بحيث ان ايه يوم يبقى تغيير شويه وحاجه جديده. احتفالا بفصل الربيع في الهند احنا قلنا هنعمله هنا في مصر بس بشكل افضل وبشكل جديد. بعيدا عن السياسه ومن اجل تغيير واقع يوم الجمعه، أقيم الكولر فيستيفال في دعوة للأمل والتفاؤل بعيدا عن التظاهر. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.